يا مساء الخير واهلا وسهلا، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم دايما على شاشه الاهلي، والنهارده يوم من الايام المنتظره، منتظر طبعا بحكم اهميه المواجهه. يعني احنا بنتكلم على كرنفال بنقعد نستناه كل 4 سنين، ونستنى طبعا الادوار والماتشات الخاصه بالادوار النهائيه، وماتش قبل النهائي دايما محل اهتمام العالم كله. لكن اللي بيزيد من الاهميه النهارده وجود منتخب عربي افريقي للمره الاولى في التاريخ. وعشان تعرف يعني ايه كره قدم، تفهم اهميه انه يتجمع كل الوطن العربي، تهالي النهارده كل الشعوب العربيه بتشجع المنتخب المغربي، واكيد طبعا الافارقه، يعني في ظني انه معظم الافارقه يهمهم، لانه انجاز افريقيا برضو انجاز تاريخي بيحصل لاول مره ان منتخب افريقي يوصل المربع الذهبي. لكن الاهم من ده هو السؤال، صحيح بنحب المغرب وصحيح نفسنا المغاربه يعني على الاقل يوصلوا نهائي، وانا شايف انه لو نجح المنتخب المغربي انه يتجاوز فرنسا اعتقد فرصه هتكون كبيره جدا قدام منتخب الارجنتين المتواضع من وجهه نظري، مع كامل الاعتذار لمحب التانجو يعني. لكن شايف ان منتخب الارجنتين ده نسخه باهته قوي من منتخب او من الكره الارجنتينيه اللي اتعودنا عليها تكون قويه حاضره في اعلى مستوياتها. بشوف ان المنتخب الارجنتيني مش احسن حاجه في الدنيا، والحقيقه انه الحظ خدمه والتحكيم خدمه عشان يوصل للمباراه، وميسي خدمه عشان يوصل للمباراه النهائيه. لاول مره في التاريخ اذا ما فاز المنتخب المغربي يطلع كاس العالم بره قاره اوروبا وبره قاره امريكا الجنوبيه. ولك ان تتخيل، وانا بحب دايما الارقام لان بيبقى ليها دلالات مهمه جدا، انه بطوله كاس العالم من ساعه ما ابتدت سنه 30 واحنا داخلين خلاص، انت 8 سنين يبقى فات 100 سنه كاس عالم. انت متخيل كم بطوله اتلعبت من ساعه ما ابتدت فكره كاس العالم، او من ساعه ما ابتدت بطوله كاس العالم سنه 30 الى يومنا هذا؟ الى يومنا هذا مفيش غير 8 دول بس عزيزي المشاهد من على سطح الكره الارضيه كلها قدرت ان هي تفوز باللقب. 8 دول من كل دول العالم، وبقيه الدول العالم دي ايه، قاعده بتتفرج؟ حقيقي انت بتتكلم على انه طبعا مدارس كرويه محترمه جدا كلهم، طبعا الاوروجواي في عزها في مجدها في عصرها الذهبي حققت بطولتين. لكن لما تتكلم على دول تعتبر من القوى العظمى زي انجلترا واسبانيا بكل بقى ما يملكه من انديه ومن لاعبين ومن مدربين، تتكلم على انجلترا نسخه وحيده واسبانيا نسخه وحيده، ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونه واتلتيكو والريال، كل الهيلمان ده مره واحده لاسبانيا ومره واحده لانجلترا. عندك بعد كده الاوروجواي، الارجنتين، فرنسا، كل دوله من دول نسختين. اوروجواي والارجنتين وفرنسا كل دوله من دول نسختين. ثم بعد كده يجي طبعا ايطاليا والمانيا، كل واحده منهم فازت باربع نسخ من كاس العالم، والتايكون الديناصور طبعا البرازيلي في المقدمه برصيد 5 نسخ من كاس العالم. هم دول الدول اللي تمكنت من حصد اللقب على مدار تاريخ البطوله اللي بدا من سنه 30، بدا من سنه 1930. فنتمنى الحقيقه قلوبنا طبعا عربيا وافريقيا مع المغرب، ونتمنى حقيقه نشوف حد جديد بقى على منصه التتويج. وان كان البعض يعني الناس اللي بتتكلم كوره بتشوف انه النهائي اللي ممكن يجمع بين فرنسا والارجنتين ممكن يبقى نهائي تاريخي. على كل الاحوال هنتكلم على مباراه امبارح بعد تاهل الارجنتين على حساب كرواتيا، والمباراه المنتظره المهمه اللي بنراهن فيها على اسود الاطلسي النهارده الساعه 9 ان شاء الله بتوقيتنا، دور قبل النهائي في كاس العالم المغرب فرنسا. كل ده هيكون معانا في حلقه النهارده، بس قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. نبدا بالاهلي. الحقيقه يمكن بعد ماتش الاتحاد وبعد تصريحات مستر كولر رغم ان الاهلي لعب مباراه مش وحشه، يعني انا شايف انه الاهلي قدم جيم كويس، كان في افضل من كده، واه لعبنا ماتشات احسن من كده، بس انت في النهايه بتتكلم على فريق سيطر، سجل، احرز 3 نقاط مهمه جدا، متصدر بفارق 4 نقاط عن اقرب فريق بينافسه على اللقب، فبالتالي النتيجه اجمالا كويسه. وكتير من المديرين الفنيين ممكن يطلعوا بعد ده يقول لك انا العلامه الكامله، بتتكلم في ايه؟ محدش كلمني في حاجه. لكن الحقيقه انا عجبني جدا جدا مستر كولر في تصريحه انه مش راضي عن الاداء اللي قدمه النادي الاهلي، وده يعكس لك انه الراجل ده فاهم كويس قوي جماهير النادي الاهلي بتستنى ايه.
وفاهم كويس قوي انه جاي بيشتغل في نادي كبير، مش مطالب بس بفكره اللعب التجاري انجاز التعبير، يعني فكره انك انت تلعب على المكسب وتجيب الثلاثه بونت وخلصنا بقى، بص على اللي بعده ما تصدعنيش. لا، الراجل كمان عايز يلعب كوره، الراجل عايز يطور من اداء الفريق ومستواه. ورغم انه كسبان 3-0 ورغم انه ما خسرش ولا تعادل مع النادي الاهلي في ولا مباراه، لكن الراجل طلع في مؤتمر صحفي بيقول لك انا مش راضي عن الاداء ومش ده الاداء اللي انا عايز اوصل له او مش ده المستوى اللي انا عايز اوصل له مع النادي الاهلي. كتير قوي يعني كتير من المديرين الفنيين ممكن يبقى كلامهم في مؤتمر صحفي بعد مكسب بثلاثه 3-0 غير كده. ده نمره واحد. نمره اتنين، دايما بتست بالذات في النادي الاهلي، يعني الامكانيات الفنيه لاي مدير فني طبعا 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 هي العامل الاول في فكره تقييمك ليه. ازاي بيقرا، ازاي بيحضر للماتشات، ازاي بيقرا سيناريو الماتش، ازاي بيختار التشكيل والطريقه، كل ده انا متفق معاك فيه. لكن في فريق زي الاهلي انا بقول عن وجهه نظر يعني مهم جدا فكره الشخصيه والكنترول، مهم جدا جدا. يعني بشوف واحده من اهم الحاجات اللي نجحت مثلا مدرب زي مانويل جوزيه مع الاهلي بعيدا عن الامكانيات الفنيه هي فكره الشخصيه، القدرة على السيطرة على فريق، القدرة على انك انت تطلع في الفريق او في العناصر اللي معاك افضل ما فيها، القدرة انك انت تخلق في وسط 30 نجم حالة من حالات التنافس الايجابي اللي تخلي كله عنده الرغبة في المشاركة وكله عنده الرغبة في انه يثبت نفسه قدامك كمدير فني. وانا شايف مقدمات ده مع كولر في غاية الروعة الحقيقة. النهارده الفرقة اتمرنت الصبح تحت قيادة مستر مارسيل كولر، محاضرة كالعادة زي ما حضراتكم يعني عارفين، راجل بيبتدي بمحاضرة بيتكلم فيها على الـ 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 يعني الـ النقاط اللي ممكن تبقى سلبية أو الأخطاء اللي ممكن تكون حصلت، بيتكلم على المرحلة اللي جاية. طبعا احنا عندنا غياب طبعا دلوقتي طاهر ومعه بيرسي تاو. بيرسي تاو طبعا بسبب إصابته في العضلة الخلفية هيغيب عن الأهلي الفترة اللي جاية، على الرغم أنه يعني كان ابتدى يجي، يعني شفناه بيسجل في ماتش المحلة وشفناه بيسجل في ماتش الاتحاد وشفناه بيستعيد جزء كبير من تاو اللي احنا عارفينه، لكن للأسف يعني إصابة عضليه هتمنعه عن المشاركه مع الاهلي وهينضم لطاهر. لكن في النهايه ما اعتقدش انه الاهلي مليان، وحسين الشحات حتى في الفتره اللي ظهر فيها ظهر بشكل كويس جدا. انت عندك مباراه مهمه جدا الماتش اللي جاي مع فيوتشر، مباراه صعبه، فيوتشر برده من الفرق اللي واقفه على رجليها وفايقه الموسم ده وتلعب كره محترمه جدا، فبالتالي ان شاء الله تكون اوراق الفريق جاهزه بشكل كبير للماتش اللي جاي. لكن في النهايه اللي عايز اقوله انه مهم جدا انك تحافظ على فكره العلامه الكامله دي، لانه طول ما انت ما بتتعادلش او بتخسر بتصدر الضغط والتوتر على اللي جاي ورا منك، كان بقى زمالك، كان فيوتشر، كان دلوقتي محله داخله في الصوره، معرفش بيراميدز واقف فين، بس انا عارف انه بيراميدز عيط الكتير جدا. بس في النهايه بتلعب انت باريحيه، الضغط العصبي بيخف عليك وبيتنقل لكل حد بيفكر ان هو يعني يحصلك او يضغط عليك في جدول البطوله. في النهايه اعتقد انه المباراه اللي جايه مهمه جدا انك تحافظ على المكسب، مهم جدا انك انت تتخطى فريق مش عايز اقول بينافس قوي لانه برده مش عايز يعني ادي فيوتشر اكبر من حجمه، لكن واحد من اللقاءات الصعبه بقى فيوتشر بقى بيراميدز بقى الزمالك، كلها ماتشات انت بتبقى شويه عارف انها مواجهات صعبه بالنسبه لك، فلما تتخطى المواجهات دي وتبقى علامه كامله اعتقد يبقى تبقى الدنيا كويسه جدا. طيب عايز اخدكم ل طبعا امبارح كرواتيا خرجت، وكرواتيا الحقيقه تستحق الاحترام كتجربه وكمشاركه. الكره الكرواتيه من 98 انا ما اعرفش يمكن في التاريخ قبل كده كان في كرواتيا على الخريطه ولا لا، بس من 98 الحقيقه يعني ظهر جيل كرواتي قدر انه ينجح في اختبار كاس العالم، وخصوصا في التسعينات دي انت بتتكلم على كوره ثانيه خالص غير الكوره اللي هنشوفها دلوقتي. روبرت يارني واحد من اساطير الكره الكرواتيه، واحد من نجوم ريال مدريد، والحقيقه يمكن واحد من الانفرادات اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم في السادسه. بشكر طبعا زميل العزيز احمد شهاب اللي حاول معاه واقنعه، لانه الراجل ده ما بيظهرش في وسائل الاعلام خالص، اقنعه انه يظهر معانا يتكلم على كرواتيا وعلى الجيل الحالي بقياده لوكا مودريتش، وعلى طبعا قبل خروجهم من بطوله كاس العالم اجرينا معاه اللقاء ده واتكلم على
صلاح واتكلم على هالاند واتكلم على العلاقه بين لوفرين وصلاح وعلى الجيل ده اللي يمكن ما يظهرش تاني في نسخه من نسخ كاس العالم، كل ما يتعلق بالبطوله وفرص المغرب في الوصول للمباراه النهائيه، كل ده مع روبرت يارني نجم طبعا ريال مدريد ونجم كرواتيا في التسعينيات والحائز على برونزيه كاس العالم. بشكر كمان الزميل حسين عبد الحميد اللي قام بترجمه اللقاء والحوار. تعالوا نتابع نشوف روبرت يارني قال ايه للسادسه. لا أعلم إن كان هذا هو الخيار الأفضل، ولكن عندما نتحدث عن كأس العالم فجميع المنتخبات المشاركة تريد الفوز بهذا اللقب، ونعلم جيدا أن الفوز بالمونديال هو أمر كبير جدا. حسنا، دور المجموعات دائما ما يكون الأصعب، لا سيما المباراة الأولى. شاهدنا أن المباراة الأولى لم تكن جيدة أمام المغرب، ولكن مع توالي المباريات في البطولة فالمستوى يتحسن ويتصاعد تدريجيا، واللاعبون كانوا أكثر هدوءا لأن المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة. عشنا لحظات صعبة للغاية في ثمن النهائي، ثم في مباراة دور الثمانية لعبنا أمام المنتخب البرازيلي القوي الذي يمتلك أفضل اللاعبين في جميع المراكز، لكن يجب أن أقول إن مدربنا زلاتكو داليتش أدار المباراة بشكل جيد للغاية من خلال غلق المساحات على جانبي الملعب بأكثر من لاعب وبشكل خاص أمام فينسيوس وكذلك نيمار، ولكن مع أول ثغرة في الجانب الدفاعي ومن خلال تمريرة ثنائية استطاع نيمار المرور والتسجيل أعتقد في الدقيقة 105. ماذا يمكنني أن أقول على مودريتش؟ بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم، لأنه مع هذا العمر 36 عاما لا يزال يلعب في أعلى المستويات، وهو لاعب لا يلعب بعضلاته ولكنه يمتلك جهاز كمبيوتر في رأسه، يلعب الكرة السهلة بلمسة أو لمستين، وعندما يستقبل الكرة عليك أن تكون في غاية الحذر لأنه بلمسة واحدة يصنع الفارق. بعد نهاية كأس العالم سيعود اللاعبون إلى أنديتهم المختلفة وسنرى ما سيحدث، لكن الشيء الوحيد الخطير من وجهة نظري هو عدم اعتياد اللاعبين على لعب كأس العالم في هذا التوقيت من العام، ولهذا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر عليهم كثيرا بعد هذا المستوى الهائل من المنافسة والتوتر. قلقي الأكبر هو الجانب البدني الذي قد يتأثر كثيرا بعد البطولة، ولكن علينا الانتظار والمشاهدة. أعتقد أن منتخبي المغرب وقطر والمنتخبات العربية الأخرى تطورت كثيرا بالمقارنة بفترات سابقة، أعتقد أنها ترتقي تدريجيا بمستواها حتى وصلت لمنافسة المنتخبات الكبرى بشكل واضح. شخصيا لم أكن أتوقع هذا الأداء، ولكن المغرب تحديدا كان مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، لأنني شخصيا لم أكن أتوقع هذا الأداء، لكنه منتخب يلعب بروح كبيرة ولاعبوه يؤدون بمستوى كبير داخل الملعب. بالنسبة لي أعتقد أن عدم تأهل ألمانيا وبلجيكا لثمن النهائي كان مفاجئا للغاية، لأن الجميع كان يرشح 3 أو 4 منتخبات للمنافسة على اللقب، ولكنهم ودعوا البطولة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على منتخب البرازيل. هذان اللاعبان تحديدا محمد صلاح وإيرلينغ هالاند من المؤسف أنهما ليسا في المونديال لأنهما لاعبان استثنائيان، وبالطبع صلاح بإمكاناته الهائلة في قدميه ورأسه هو قادر على صناعة الكثير من الأشياء، وبشكل خاص بالنسبة لنا نحن المهووسون بكرة القدم. نعم، سمعت كثيرا عن العلاقة بين هذا الثنائي وأعتقد أنها صداقة حقيقية تجمعهما، وبالتالي ليس مفاجئا لي أن يتمنى صلاح فوز كرواتيا بكأس العالم. قبل الفاصل روبرت يارني نجم كرواتيا نجم الكرة الكرواتية لما قال لنا في حواره معنا في السادسة ما اتكلم يعني على المشاركة العربية قال اتكلم على تونس والسعودية والمغرب، قال إنه وسألناه عن رأيه قال إنه أداء غير متوقع، وده واحد من المكاسب اللي خدناها من مونديال قطر 2022، فكرة إنك تغير الانطباع السائد في العالم، لأنه الكرة العربية تقريبا ما حدش بيتابعها على مستوى الأندية يمكن وحتى على مستوى المنتخبات بما إنه ما فيش إنجازات كبيرة قوي يعني، فبالتالي يقول لك إنه كان غير متوقع وكان مدهش، فكرة إنك تغير الانطباع عن الكرة العربية والإفريقية أعتقد ده واحد من المكاسب، لكن يبقى إنه مش المكسب الأهم. الأهم بالنسبة لي وبصرف النظر عن نتيجة ماتش النهاردة إنك كسرت قاعدة أو تابو كنا عايشين بيه، إنه مجرد التأهل لكأس العالم والمشاركة فيه هو حلم، أو إنه بأقصى طموح ليك إنك تتجاوز دور المجموعات. كل شيء جايز وكل شيء ممكن، هي دي تجربة
كاس العالم 2022، انه السعوديه تكسب الارجنتين، وانه تونس تكسب فرنسا، وانه المغرب تكسب بلجيكا وتكسب اسبانيا وتكسب البرتغال، ومين عارف ممكن كمان تكون قد فرنسا والارجنتين. هناخد راي واحد من نجوم الكره التونسيه، النجم الكبير مهدي النفطي، نجم منتخب تونس ونجم قادش ومدرب ليفانتي الاسباني طبعا السابق، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نشكره على مشاركته ونرحب بيه. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، واهلا بيك في السادسه. اي ميرسي ابو، ميرسي ابو عايشك، شكرا ميرسي جزيلا بوكو. لكم، شكرا جزيلا. مهدي، خليني قبل ما اتكلم على ماتش النهارده معاك، عايز اشوف تقييمك للمشاركه العربيه وابرز المكاسب اللي خرجت بيها الكره العربيه والكره الافريقيه من مونديال 2022 من وجهه نظرك. أنا أعتقد أننا قمنا بأداء رائع، قمنا بفخر للكرة العربية والكرة الإفريقية بشكل عام. نعم، هي كانت مفاجأة رائعة، السعودية عندما فازت على أول ماتش أمام الأرجنتين، وحتى إذا خرجت من البطولة بعد ذلك، ولكنهم أدوا أداء رائع، وحتى تونس الذي أحرزت هدف في مرمى فرنسا فقط واستطاعت الصعود، والآن المغرب لا نستطيع أن نتحدث عنهم، والكاميرون والمغرب وغانا. أعتقد أن كل الفرق الإفريقية بدون استثناء أدوا أداء رائع، لم يكن أي فريق على مستوى سيء. نحن نتمنى الأفضل، بالتأكيد نتمنى أن المغرب، ما تتحدث عن الكرة الإفريقية والعربية، وأن نستمر في فعل الفخر للدول العربية والإفريقية. تجربة قبل ما نروح للمغرب برضو، خليني أخذ تقييمك للتجربة التونسية في المونديال. والحقيقة هي كانت يعني قاب قوسين أو أدنى زي ما بيقولوا من التأهل، ونجحت بالفعل أنها تتعادل مع الدنمارك، فرقة قوية جدا ومحترمة جدا، نجحت في أنها تكسب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، واحد من أقوى المنتخبات اللي بيشاركوا في البطولة، ولكنها سقطت أمام أستراليا، ودي الحقيقة المفاجأة. يعني إزاي شفت المشوار المنتخب التونسي في البطولة، وإيه الأخطاء اللي يعني اللي أدت إلى عدم تأهله لدور ال 16؟ أنا أرى أن المنتخب التونسي كان على مستوى جيد في البطولة. أعتقد أنه كان لديهم الرغبة في الحصول على مكانة جيدة في البطولة، ولكن لم نكن بالشكل الرائع الذي يجب أن نتواجد عليه من أجل منافسة مثل المنتخب المغربي. نعم، أدينا مباراة جيدة، ولكن الهزيمة أمام أستراليا كانت مفاجأة وكان شيء صعب علينا، وأعتقد أن نحن انتهينا في نهاية قبل خروجنا، نحن أدينا أداء جيد، ولكن من المؤسف أننا لم نتأهل. خليني أسألك عن واحد الحقيقة يمكن إحنا بنعشقه هنا في مصر، وجماهيرنا دي أهلي بتعشقه، نجم النادي الأهلي علي معلول. كان بالنسبة لنا برضه واحدة من علامات الاستفهام، علي معلول في السنوات الأخيرة نجح بامتياز مع النادي الأهلي في تحقيق ألقاب على مستوى عالمي ومستوى قاري، واحد من أهم مفاتيح اللعب وواحد من أهم صناع اللعب والهدافين في النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، وكان عدم مشاركته، يمكن هو شارك في مباراة وحيدة أمام فرنسا، المباراة اللي نجح فيها المنتخب التونسي في الفوز بثلاث نقاط، كانت علامة استفهام كبيرة بالنسبة لنا عدم مشاركته من البداية مع المنتخب التونسي. شفت ده إزاي؟ أنت تعلم أن هذا هو قرار المدرب، وهو يجب أن نحترمه طبعا في اختيار اللاعبين، وفضل المدرب أن يختار عبدي على علي معلول. أعتقد أنه خياره في الأولى وفي النهاية، ولكن إذا رأينا أن نتحدث عن علي معلول، نعم هو أدى أداء رائع أمام المنتخب الفرنسي، الجميع رأى ما أداءه أمام المنتخب الفرنسي، هو لاعب ذكي يتميز بإمكانيات كبيرة، وهو ما أداها أمام المنتخب الفرنسي. طب انتقالا للمنتخب المغربي اللي بيواصل مغامرته في البطولة، بداية قبل ماتش النهاردة، هل ترى أنه رجراجي قادر على نجاح التجربة مع فرنسا بنفس الطريقة والأسلوب اللي نجح فيهم في تخطي عقبة بلجيكا في دور المجموعات، ثم إسبانيا في دور ال 16، ثم البرتغال في دور الثمانية، أم أنه عليه في مواجهة حامل اللقب أنه يغير من طريقته ومن أسلوب تفكيره في مباراة النهاردة؟
لما لا؟ لما لا؟ أعتقد أن هذه مباراة الأمس مباراة كبيرة، وليس فقط الرجراجي الذي سيلعب أمام فرنسا، هو كل العرب والأفريقيين والمسلمين سيلعبون في هذه المباراة ضد فرنسا. أعتقد أن أنا الرجراجي مدرب كبير، أنا أعرفه جيدا وتقابلنا في تولوز في فرنسا. أعتقد أن في هذه المباراة يجب أننا كلنا كعرب وأفارقة أن نغير منظورنا عنا، وأن نؤمن بأننا لدينا فرق تستطيع أن تفوز وتستطيع أن تحقق المراكز الكبيرة. وبشكل فعلي المنتخب المغربي لديه الإمكانيات بعد هذه المباريات الكبيرة التي أداها أن يظهر أداء رائع أمام وأمام مثلا مثل ما في ماتش مباراة إسبانيا. الجميع أفضل أن ستكون فوز إسبانيا على المغرب، وفازت المغرب. ونحن نرى في أوروبا مثلا، نرى أن الفريق المغربي قوي بالفعل، نحن نرى أنه فريق كبير يستطيع تحقيق البطولات. أعتقد على المستوى البدني المنتخب المغربي قد يكون مجهد، لأنه أدى مباريات طويلة في كل الأيام الماضية. أعتقد أن هذا قد يؤثر عليهم. المنتخب الفرنسي ليس بحاجة لأن يمتلك الكرة خلال المباراة لكي يفوز، ولكن من وجهة نظري أرى أنها ستكون مباراة رائعة ممتعة، ولكن المنتخب المغربي سيكون عقبة صعبة على المنتخب طيب الفرنسي. خليني أسألك، وبصرف النظر عن النتيجة، لأنه بعتقد أن المشوار يكفي حتى اللحظة لتغيير الانطباع أو الصورة النمطية عن اللاعب العربي والكرة العربية والمدرب العربي، لأنه أعتقد كمان فكرة أنه مدرب وطني مغربي يصل مع منتخب المغرب للدور قبل النهائي في بطولة بحجم كأس العالم بكل ما فيها بقى من منتخبات ومن نجوم، اعتقد ده انجاز كبير في اوروبا. وانا عارف انك انت يمكن عشت حياتك كلها في اوروبا واشتغلت لعبت واشتغلت في اوروبا، وبالتاكيد فاهم العقليه. هل تتوقع بعد انتهاء البطوله انه الصوره او الانطباع الموجود عن اللاعب العربي والمدرب العربي تتغير؟ هل متوقع ان السوق الاوروبي يشهد رواج اكثر للاعبين العرب المغاربه بشكل خاص والعرب بشكل عام؟ أعتقد أن هذا لن يكون على المستوى القريب، ولكن أعتقد على المدى البعيد سيحدث هذا. أعتقد إذا استمرينا بهذا الشكل سنغير وجهة النظر المتخذة عن اللاعب العربي أو الإفريقي. المنتخب المغربي بدأ في فعل هذا، ونحن نرى هذا واضح للجميع حتى في أوروبا. الجميع يرى أن المنتخب المغربي يفعل ما لا يفعله فريقه من قبل. المنتخب المغربي أعتقد أنهم مختلفين عن التوانسة، عن المصريين. هم مختلفين في هذه البطولة، ولكن هم ليسوا مختلفين في العموم. إذا أعتقد أن المنتخب المصري قوي، المنتخب التونسي قوي، الجميع يستطيع أن يحقق ما نسميه بالمفاجأة، وأن يغير آراء الناس في أوروبا. ولكن أعتقد أن بعد أن المنتخب المغربي فتح لنا الباب لأن نصل للمستوى الأعلى. توقعاتك لبطل نسخة 2022 من كأس العالم من يكون؟ هل أفكر بعقلي أم بقلبي؟ عايز أسمع قلبك بيقول إيه وعقلك برضه هيختار مين؟ من قلبي أتمنى المغرب طبعا، وفي عقلي أتوقع في منتخب فرنسي. مهدي النفطي نجم الكرة التونسية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك ومشاركتك معنا في السادسة. كل التوفيق لأشقائنا في المغرب، قلوبنا كلهم النهاردة، وعقولنا بإذن الله إن شاء الله تكون معاهم، يقدموا عرض قوي يقولوا بيه إحنا جايين نغير مفاهيم كتيرة جدا عشنا عليها لسنين طويلة، قادرين نكسرها ونبني مرحلة جديدة. وأتمنى الحقيقة إنه كأس العالم ده يغير عند كل الدول العربية. المغرب قدرت تعمل ده، فبالتالي أي حد يقدر يعمل ده، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله نتمناها كذلك.
المغرب في المباراة النهائية. فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل مرة ثانية في السادسة. يعني تقدر تقول أكثر من 300 مليون عربي من المحيط للخليج قلوبهم النهاردة مع المغرب، وبيدعوا لأسود الأطلسي إن هم يتجاوزوا عقبة فرنسا، وأنا كمان بدعي معاهم، وإن كانت من وجهة نظر يعني فرنسا غير إسبانيا، فرنسا غير البرتغال، فرنسا غير بلجيكا، فرنسا غير كرواتيا، بس اللي قدر يعمل مشوار عظيم زي مشوار أسود الأطلسي، مشوار صعب جدا، يمكن يكون من المربع الذهبي سواء أرجنتين، كرواتيا، فرنسا، المغرب، أصعب مشوار قطعه فريق في البطولة دي هو مشوار المنتخب المغربي، وبالتالي تقدر تراهن عليه بقلب جامد. بس زي ما قلت لحضراتكم فرنسا في النهاية أنا بشوفه تاني أقوى سكواد في البطولة دي، وتاني أقوى منتخب بعد البرازيل، لكن الأمور في الملعب قصة تانية. هنشوف النهاردة الرجراجة هيعمل إيه، وهنشوف أسود الأطلسي قادرين يتخطوا الديوك الفرنسية ولا لا. خلينا نرحب بضيوفي في السادسة، شريف أبو حمد ونادر شبانة محللي الكرة العالمية اللي بيشرفونا في حلقة النهاردة، واللي هيتكلموا معانا على طبعا فوز الأرجنتين امبارح ومباراة النهاردة بين فرنسا والمغرب. شريف مساء الخير واهلا وسهلا بيك لاول مره معانا في السادسه، بالتوفيق وان شاء الله تستمتع معانا وتتبع الجمهور ان شاء الله باذن الله. والمتالق دائما طبعا زي ما تعودنا منه نادر شبانه، مساء الخير يا نادر واهلا وسهلا بيك. ابو حميد اهلا وسهلا بيك، ومبسوط كالعاده ان انا طالع معاك. نورين الدنيا حبيبي. عدي بسرعه على ماتش امبارح، انا طبعا. مش من المتحيزين قوي لنسخه الارجنتين الموجوده في كاس العالم، لكن هم الحقيقه نجحوا بدايه فاتره، بداية ما تقولكش أنه الأرجنتين ده منتخب جاي ينافس أو يوصل للبطولة، لكنه نجح في النهاية في الوصول للهدف المرحلة والوصول والتأهل للمباراة النهائية، وفاز على كرواتيا بنتيجة 3-0 بمساعدة الحكم، ده من وجهة نظري. تمام. تتفق تختلف، شفت ماتش امبارح ازاي، وهل تستحق الأرجنتين نسخة سكالوني نسخة ليو ميسي الوصول للمباراة النهائية؟ بص خليني ابدا يعني من حيث ما انت انتهيت في موضوع ميسي تحديدا. فميسي يستحق ان هو يفوز بكاس العالم، يعني شيء ما بين الراجل فعلا شايل منتخب بلاده على كتفه لوحده. ولكن لو هنبص بقى من الجانب الثاني، انا برضو متفق معاك في نقطه النهايه بمساعده الحكم، لان كان في استحواذ للمنتخب الكرواتي قبل ضربه الجزاء اللي خدها جوليان الفاريز على ليفاكوفيتش. ليفاكوفيتش رجله على الارض ما فيهاش اي خالص، انا ما شفتهاش، انا استغربت من الحكم. هي ضربه الجزاء دي يعني طبق الحديث، أيوة. يعني هي الحديث قلبت الماتش بالظبط. يعني لو كان الشوط الاول خلص 0-0 كان زلاتكو داليتش الطريقه الطبيعيه بتاعته ان هو هلعب 120 دقيقه وهرخم عليك ال 120 دقيقه، هوصلك ضربات جزاء او هخطف منك او هخطف بالظبط زي ما حصل قدام البرازيل. بس ما حصلش، لان الهدف لما تسجل فبعدها طبعا انت بتسجل، يعني التوفيق لما يكون معاك انت مش عايز توفيق اصلا، انت معاك ليونيل ميسي لوحده. والجون جاي كمان في توقيت قبل الشوط ب 10 دقائق بالظبط، الجون جاي دي 34 والتاني 38 او 40 39. خد بالك برضو اهميه المباراه والضغط والتوتر، انت بتريح بتشيل الضغط من التوتر والتوتر بالزبط. من على لعيبه الارجنتين، وبتصدر الضغط والتوتر على لعيبه كرواتيا. مباراه قبل نهائي، مباراه وصول للمباراه النهائيه، وفي نفس الوقت لاحظ ان كرواتيا اصلا اخر ماتشين لعبه 120 دقيقه. ومعدل الاعمار في منتخب كرواتيا كبير مش صغير. مطلع مين؟ يعني مطلع برازيل. منتخب لكن هم اتظلموا في ضربه الجزاء قلبت عليهم. فلما انت خلاص الضغط زي ما حضرتك قلت بالظبط، ان الضغط بيروح لمنتخب كرواتيا على منتخب كرواتيا، طيب. منتخب الارجنتين تحرر، فلما هيلعب براحته خلاص هيفرض اسلوبه اللي هو اصلا مش ظاهر من بدايه البطوله. الاسلوب اللي انا مش شايف غير ميسي بصراحه، ليونيل سكالوني انا مش شايف له طريقه لعب. يعني في بدايه البطوله اصلا كان بيلعب بابو جوميز مكان ماكاليستر يستحق انه يلعب اساسي من بدايه البطوله بعد ما غير يا نادر التشكيل ثلاث مرات في اول ثلاث ماتشات، يعني غير في اول ديم وغير في الديم الثاني وغير في ثلاث مباريات، وحتى بالزبط. الصحافه والتلفزيون الارجنتيني ما كانش متفهم انت كمدرب انت رايح مونديال وراح كاس العالم وبتغير التشكيله بتاعتك، يعني انت مش ثابت على قوائم او ثابت على مجموعه معينه من اللعيبه تخليك تكمل بيها او يعني تستمر عليها. فده طبعا كان يعني طب خليني اسالك عن كرواتيا الصحافه نهايه جيل، شايف انه جيل اللي نجح في انه ياخد وصيف روسيا 2018 ويوصل مربع ذهبي، مش عارف هياخد ايه بقى، يعني هياخد رابع ولا ثالث، بس في جميع الاحوال مربع ذهبي انجاز برضو يعتبر لا باس بيه بالنسبه لدوله مش موجوده على الخريطه. يعني انت بتتكلم على مستوى الانديه، مفيش انديه في كرواتيا، يعني مفيش انديه على 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 مستوى المنافسه في اوروبا، على مستوى النجوم. يعني لو قلنا لوكا مودريتش رغم انه خلاص يعني برضو لوكا مودريتش بعيد عن التوب 20 بقاله كتير، باستثناء لوكا مودريتش مفيش السوبر ستار اللي تقدر تراهن عليه زي منتخبات كتيره جدا تانية. فهل بتشوف انه ده نهايه جيل
لكرواتيا وان كرواتيا تعيد بناء نفسها مره ثانيه؟ خلينا ناخد من كلامك على جزئيه احنا دوله صغيره مش على الخريطه دايما. المدرب ودايما مودريتش امبارح او اول امبارح قبل المباراه مودريتش بيقول الدوله الصغيره كرواتيا هتثبت للعالم ان احنا ما وصلناش بالصدفه. هو طبعا ما اثبتتش ده في ماتش الارجنتين وفتحوا الجيم وكانت نتيجه كبيره يعني طبعا. لكن حتى الجون الثاني بتاع الفاريز يعني ماشي الكره في حظ. عايزه هي بتنادي ميسي يا استاذ. يعني هي بتنادي بتنادي ميسي عايزاه بس طبعا لو ان شاء الله المغرب تتاهل النهارده ولعبه المباراه النهائيه مع المغرب لو فازت على فرنسا بالتاكيد تقدر يعني المنتخب اللي يعدي فرنسا اكيد يقدر يعدي. بس المونديال ده مالوش حسابات. ما انا فاهم الكوره عموما مالهاش حسابات. يعني انا واحد من الناس ما عمري ما كنت اتخيل ان اشوف كرواتيا والمغرب في نص نهائي. أيوه. يعني ده برضو ستيل مفاجاه. انت مش متوقع ان كرواتيا مهما كان يعني اسمها مش كبير في الكوره. أيوه. في 2018 لما وصلت كانت الموضوع فيه استحقاق اكتر عن المونديال. الجيل نفسه كان اقوى. يعني الجيل كان اقوى وكان عندك اوريدي مهاجم مانزوكيتش مهاجم كبير وريبيتش يعني كان عندك في مجموعه كبيره من اللي شاركت في 2018 لسه مستمره. أي. يعني زي مودريتش زي بس السن لوفرين السن دي طبعا السن كانوا بيقولوا عليه في بدايه البطوله ده منتخب العواجيز ومنتخب هيطلع من بدري وبعد التعادل كمان مع المغرب. أي. خلى في الاول خالص تضعف على المنتخب. أي. الكرواتي انا كنت اتوقع لو المنتخب البرازيلي تاهل على حساب كرواتيا ما كناش شفنا الارجنتين في النهائي. يعني المباراه انت عارف دايما دي المباراه الحرب اللي كنا مستنيينها اللي ما بين الارجنتين العالم كله كان مستني علينا الحرب اللي ما بين الارجنتين والبرازيل كقوه. منتخب الارجنتيني النهارده نزل الجيم ماتش سهل. ميسي بيعمل اللي هو عايزه. ميسي انا كنت حاسس انا بتفرج على ميسي وهو عنده 20 سنه. دي حقيقه. الجون اللي لما لمك فارديول ميسي رايح وبيتحرك ويجري ويروح عارف اللي هو طب يا جماعه يعني احنا ده نص نهائي كاس عالم يعني النهارده مش عارف تسيطر على ميسي مش عارف تسيطر على ميسي في مباراه نص النهائي. ميسي لعيب طبعا صعب السيطره عليه ويكاد يكون هو اكتر لعيب حريف في العالم. لكن ستيل برضو هرجع اقول لك انت النهارده كمنتخب كرواتيا كان في منتخبات كتير قوي احق منك ان هي تلعب في نص النهائي. خلينا على سبيل المثال المنتخب اللي قبله في دور الثمانيه منتخب البرازيل يستحق. بمناسبه ميسي والكلام على ميسي على فكره يمكن اليومين اللي فاتوا دول طبعا الناس عشاء ميسي جمهور ميسي بيحلم طبعا مش فكره انه الارجنتين تاخد كاس العالم انه ميسي ياخد كاس العالم بصرف النظر عن يعني حبهم للارجنتين من عدم هم عايزين ميسي يختم مشواره انه يتحط كده في السي في عشان يبقى جنب مارادونا وجنب كامبس وجنب اساطير الارجنتين. ميسي جاب كاس العالم فيبقى واحد من الاساطير لانه لو ختمت بميسي من غير كاس عالم يعني لا هيبعد كتير حقيقة. بس انا عايز اقول لكم انه ميسي تحديدا في عليه كلام كتير جدا اليومين دول انه ما بيتحركش وما بيجريش وما بيدافعش. في ده يحضرني الحقيقه لقاء عملوه مع بيب جوارديولا كان بيتكلم فيه على ميسي قالك هو يمكن يبان للجمهور انه ما بيجريش في الملعب وفي خناقات حصلت بينه وبين لعيبه في الارجنتين ولعيبه في برشلونه خناقات يعني عشان اللعيبه دي بتقول له اتحرك معانا دافع معانا اجري معانا هو بيبان في الملعب انه بيمشي. بيب جوارديولا بيقول لك وطبعا جوارديولا انتوا عارفين انا هو نمبر 1 بالنسبه لي قالك ميسي واحده من الحاجات اللي بتميزه جدا انه بيعمل عمليه سكان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هو يمكن بيبان في الملعب ان هو بيمشي لكن هو بيقرا التحركات لزمايله والمنافسين عشان ينفذ لما يجي له ما ياخدش جزء من الثانيه في انه ياخد القرار هو اوريدي هيعمل ايه. هو عمل سكان للملعب عارف الاخطاء في التمركز عند الفريق اللي قدامه وعارف زمايله واقفين فين فيقدر يتحرك بشكل سريع ويقدر يعني يفاجئ الخصوم. تعال نشوف ارقام ميسي في النسخه الاخيره. هو اللي قال مش انا اللي بقول هو قال المباراه اللي جايه هي اخر مباراه ليا في كاس العالم. دي ارقام ليو ميسي في ماتش امبارح مع كندا. يعني 90 دقيقه لعب في معدل يعني بتتكلم في لاعب عنده 35 سنه بيسجل هدف وبيصنع هدف وسكالوني يقدر يطلعه من الملعب يجرؤ يجرؤ يطلعه من المباراه امبارح قال لك يعني هنشوف ديبالا يا ترى كان ميسي ولع على حسب ميسي عايز يطلع ولا لا. محاولات على المرمى 2 مراوغات من 6 مراوغات بينجح في 4 منهم طبعا الاسيست بتاع هدف الفاريز الثاني اهدار فرص واحده لمس الكرة 62 مرة تمريرات 40 بنسبة دقة 85% وتمريرات مفتاحية اللي هو بيصنع بيها يعني فرص 2 وصناعة فرص خطيرة 2 ده في حد ذاته للاعب عنده 35 سنة في سيمي فاينال كاس عالم ايا إن كان انت بتقول المنافس مين بس في سيمي فاينال كاس عالم للاعب عنده 35 سنة فهي ارقام
يعني أكتر, أكتر, اكتر واحد شريف شايف انه ساعد اكتر لاعب يعني قدر يساعد فرقته ان هو انها تنجح في كاس العالم. طبعا نسخه ميسي في 2022 بتفكرني بنسخه زين الدين زيدان في 2006. زيدان كان شايل المنتخب الفرنسي بالكامل، وفي المباراه النهائيه ديم كان رايح لمنتخب فرنسا لولا ان الطرد وماتيرازي الوقعه الشهيره. انا كنت يعني بتمنى ان فرنسا تكسب المونديال ده، لان فعلا زيدان كان عامل مونديال خرافي. لاعب البرازيل لوحده في دور الثمانيه في نص النهائي نفس القصه، قدر في المباراه النهائيه يعني انت اكيد متذكر. انا متفق معاك تماما، بس في اللي انت بتقول ان هو فعلا شايل منتخب بلاده لوحده، بس الفرق ما بين الاثنين ان فعلا المنافس بتاع منتخب فرنسا وقتها اتكلم في فرنسا مخرجه اسبانيا دور 16 في دور الثمانيه، برازيل دور الاربعه، برتغال بتلعب ايطاليا فاينل، لكن ده استراليا وبولندا. واضح ان نادر من محبي، لا 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 أنا نادر من محبي كريستيانو. لا 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 بجد والله انا بحب ميسي ومقتنع تماما، ما فيش حد ما بيحبش الكوره ما بيحبش ميسي، ما فيش اختلاف على كده، بس انا بتكلم في نقطه يعني نضع الامور في نصابها. اللي بيتكلم عليه شريف متفق تماما ان هو شايل فرقته طبعا لوحده، بس مقارنه بزين الدين زيدان في 2006 انا واحد انا بتكلم على مقارنه في المونديال ده. يعني لو قلنا مثلا مودريتش مع 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 مبابي في فرنسا، مبابي في فرنسا، مبابي في فرنسا، نيمار في برازيل، يعني فاهم، وان كان نيمار اصلا في ماتش كرواتيا هو لولا الهدف، لكن نيمار على مدار المباراه هو الاصابه مش هو متخاذل شويه. لا هو الاصابه اللي حصلت له اعتقد نيمار بيتعالى على الكوره شويه، بيتعالى على الكوره، مش لعيب بطوله دي بالظبط. نيمار مش، انا بشوف دايما ان نيمار مش لعيب بطوله. يعني انت نيمار في الشامبيونز ليج، باريس سان جيرمان صرفت قد ايه علشان تاخد الشامبيونز بالظبط؟ نيمار كان فين؟ حتى المباراه الفاينل بتاع بايرن ميونخ، مش ده اللعيب اللي يقدر ياخدك للنهائي. طيب هاخد الارجنتين في النهائي، مين يواجه الارجنتين؟ المغرب ولا فرنسا؟ المغرب باذن الله. طيب قبل ما اتكلم كوره عايز اقف معاكم في نقطه مهمه. انا كان معايا روبرت يارني نجم كرواتيا في التسعينات، في 98 الجيل اللي خد البرونزيه، وكان معايا مهدي نفطي طبعا نجم تونس، والاثنين سالتهم على فكره المكاسب اللي حققتها الكره العربيه والكره الافريقيه عموما يعني من مونديال 22. احنا شفنا حاجات كتير جدا بتتكسر، حاجات بالنسبه لنا كانت اشبه بالمستحيلات قبل البطوله طبعا. انك انت تكسب منتخب زي الارجنتين او تكسب منتخب زي البرازيل او تكسب منتخب زي فرنسا او تكسب منتخب زي أسبانيا، بلجيكا واسبانيا والبرتغال دي كانت بالنسبه لنا العالم. فلما يحصل ده كله في مونديال واحد، ممكن يحصل مره، يحصل في يعني في لقطه، لكن ان كل ده يحصل في مونديال واحد، وانه منتخب عربي افريقي يصل لفكره المربع الذهبي، دي ما كانش متفق، ما فيش حد، مش طبيعي، كان متوقعها انها تحصل، مش منطقي. ايه اللي اتغير بقى، او ايه المكاسب اللي رجعت علينا بصرف النظر عن ماتش النهارده بعد المونديال؟ نادر طبعا هيخلي الناس نفسها النهارده دي اللي ميل، يعني بذكر الشيء بالشيء، جابوا كان في مره كان ميكيل ارتيتا بعد ما كسب مانشستر سيتي السنه اللي فاتت كان عامل زي كونفرنس زوم كده ما بينه وما بين مدربين بيشرح لهم اللي عملوا في مباراه مانشستر سيتي، من ضمنهم كان وليد الرجراجي. ايوه. فهم اشاروا للحته دي وقال لك ان وليد الرجراجي مش مدرب وليد الصدفه. يعني هو متولي قياده المنتخب المغربي في شهر 8 اللي فات. وفكره ان هو يقود جيل من بعد ما كان الجيل ده مهمش، وجيل كان فيه مشاكل ما بينه وبين المدير الفني السابق، وجيل ما بينه وما بين اللعيبه نفسها مشاكل ما بينهم وما بين بعض، وان هو يقودهم لنصف نهائي كاس العالم بعد ما يطيح باسبانيا والبرتغال وقبلهم كرواتيا وبلجيكا، ده شيء مش طبيعي خارج حدود المنطق. بالاضافه كمان للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي اللي اصلا 90% او 95% من اللعيبه اللي موجوده فيه بتلعب في الدوري السعودي. أيوه. بيكسب الارجنتين اللي هي تكاد تكون دلوقتي بطل العالم. بس أيوه. الماتش ده كان ليه ظروف خاصه طبعا، يعني خليه برضه خليه ارجنتيني على فكره. لا لا بعرف لا لا طلع البطاقه هتلاقي محطوط فيها علم الارجنتين. لا لا والله لا والله يا استاذ احمد، بس هي ماتش فعلا كان ليه ظروف خاصه. أيوه. يعني لو اتعاد 100 مره السيناريو ده، بص بصرف النظر عن ظروف خاصه من عدم، في النهايه اتكتب في التاريخ ان الارجنتين كسبت، وانه تونس رغم انها خرجت كسبت فرنسا، وانه المغرب كسبت بلجيكا واسبانيا. انا شايف ان ده سببه الاساسي يا احمد الحضور الجماهيري، وكاميرون كسبت البرازيل صحيح، اول منتخب افريقي في التاريخ صحيح يكسب في مباراه كاس العالم. فبالتالي تبني على ده ازاي وتطلع بعد كاس العالم ما يخلص وخلاص المونديال انفض بمكاسب ايه للكره العربيه والافريقيه، وتبني على ده ازاي ونظره الناس ايه المونديال 26 النهارده؟ انت كنت بتحلم كمنتخب مصر يا رب بس نتاهل كاس العالم، هي دي النهارده القصه اختلفت تماما. طبعا ما المغرب عملتها اهو، ليه تونس وليه الجزائر وليه السعوديه وليه الامارات، يعني
كل الشعوب النهارده بتقول لك ما في تجربه قدامنا اهي، لعيبه بتلعب معظم المنتخب يعني باستثناء مزراوي وحكيمي وزياش وياسين بونو في مثلا، وفي الدوري الدرجه الثانيه في فرنسا، وفي يعني فبالتالي في تجربه قدامنا اهي نقدر نبني عليها. في ايطاليا باري شديره يعني اللي هو مهاجم منتخب المغرب الاحتياطي اللي بينزل مكان بيضيع كميه فرص، بس الحمد لله ان هو اتطرد بيضيع كميه فرص ربنا الناس بتقول لك كويس انه اتطرد مش هيلعب سيمي فاينل الحمد لله. انا واحد ان انا مش عايز اشوف سيمي فاينل كفايه علينا يعني اللعيبه اللي موجوده. الراجل كان لولا كان نكسب البرتغال 4 او هيضيع المغرب في اخر كوره دقيقه 98 ده بخلال كره اللوب اللي حصل اللوب في سيمي فاينل انت بتهزر بخلال ضيع كوره. انا عايز اقول لك يعني انا اتفاجئت انا قلت ساعتها دي نقطه تحول طيب. خليني اروح لماتش النهارده تحديد الطريقه اللي نجح بيها رجراجي في قياده المغرب انه يتخطى الكبار يكسب بلجيكا ويكسب اسبانيا ويكسب البرتغال. هل الطريقه دي كافيه وتسمح لي بانه يتغلب او يتجاوز منتخب زي المنتخب الفرنسي، ولا عليه انه يراجع حساباته وعليه ان احنا نشوف يقدم لنا منتخب المغرب النهارده بشكل مختلف كسكواد وكطريقه لعب؟ شريف خليني اقول لك على الطريقه او الاسلوب اللي بيلعب بيه وليد الركراكي. انت بتلعب ب 4 3 3 القصه كلها والوصول. انا بشوف ان المغرب وصلت للمرحله دي طبعا اللعيبه كلها كانت على اعلى مستوى و11 لعيب قدموا مباريات كبرى كتيره جدا، بس القصه كلها في سفيان مرابط واشرف حكيمي العنصرين دول تحديدا لو فايقين وياسين بونو برضو ياسين بونو شريف. ياسين بونو طبعا ياسين بونو ما نقدرش عامل بطوله دوره. انا لا كنت بتكلم على 90 دقيقه 90 دقيقه كلعيبه في الملعب أوكي. بونو دوره ماشي. كبير قوي هو شريف يوصل اللي يمنعه اصلا لعيبه فرنسا توصل اللي يمنع ان انت تقدر توصل للجول. فانت النهارده مرابط لو فايق وقدم مباراه زي مباراه البرتغال واسبانيا وفي نفس الوقت حكيمي يلعب على مبابيه صديقه في باريس سان جيرمان وكان ليهم على فكره تصريح نادر مع لوسيو في اول السنه دي في شهر يناير بالزبط. كانوا بيسالوا اشرف حكيمي لو لعبت مبابيه وانتوا اصحاب جدا هم يعني صداقتهم كبيره قوي في باريس سان جيرمان لو لعبت مبابيه في المونديال قال له سوف يعني امزقه يعني انا مش هسيبه مش هرحمه يعني مش هرحمه يعني فالنهارده انت ربنا يستر من التصريحات دي. النهارده لو انت قدرت تمسك كيليان مبابيه وجيرو تحديدا العنصرين دول في فرنسا ولعبت بنفس اسلوب مباراه اسبانيا والمغرب واسبانيا والبرتغال هتقدر ان انت تعمل زي كماشة كده على الاثنين دول. ولو ان صعب جدا انت على مبابي وجيرو هو مبابي بس يعني انت لو قفلت على مبابي بس يبقى كتر خير زي لو قدرت ان انت تسيطر على خطورتهم انا اشوف ان الماتش ممكن يبقى متكافئ. طيب خليني اخدك لسؤال تاني تجربه مع اختلاف الظروف والملابسات عارف ان في ظرف غير، لكن هل تقدر تقول انه تجربه تونس مع فرنسا في دور المجموعات من الممكن انها تبقى مفيده لمنتخب المغرب امام فرنسا؟ الافاده الوحيده هي فكره ان لو اللعيبه الاساسيه اللي موجوده ما قدرتش ان هي تصنع الفارق فمنتخب فرنسا دكته مش على المستوى اللي عليه اللعيبه الاساسيين. الا ما حصل في ماتش تونس، منتخب تونس كان بيلعب لو هنقارن فمنتخب تونس لعب اول ماتشين مش باللعيبه دي. يعني حتى منتخب تونس طبعا كان في تغيير في سكواد علي معلول واحد من اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في اول ماتشين وهاب الخزري محمد علي بن رمضان ودول عملوا فرق كبير جدا في المنتخب التونسي وللاسف كان فوز شرفي مش اكتر جدا وجاي في توقيت يعني خلاص ما كانش ينفع لكن لما منتخب فرنسا بدا ينزل انطوان جريزمان ونزل كيليان امبابي شفنا شكل تاني في نص الملعب متفق معاه هدف واتلغى في النهايه لكن انا بتكلم في نقطه بقى ثانيه خالص هي منتخب فرنسا الاساسي اللي بيلعب دلوقتي منتخب المغرب اللي بيلعب دلوقتي هينسى تماما وده من تصريحات وليد الاجراجي نفسه لما قال انا مش يعني انا قدام اسبانيا او قدام المغرب او قدام البرتغال ما اعتمدتش على المنافسه اللي انا هلعبه بقدر ما انا عندي استراتيجيه واضحه انا بلعب عليها كل الماتشات اللي انا بلعبها وتحديدا ان انا بلعب مباراه في دور اقصائي فلما بلعب في مباراه في دور اقصائي دي فهي بتتلعب على التفاصيل الصغيره جدا زي تفصيله سليم ملاح لما عمل لا عطيه الله يحيى عطيه الله العرضيه اللي اتلعبت وعرضيه انت شايفها بالونيه يطلع يوسف النصيري يحطها تقتل الماتش وتخرج رونالدو بيعيط ياسين عطيه الله هو مدافع الوداد اللي الاهلي لعبه فاكرين الجول بتاع حسين العالمي ده اللي هو كان يحيى عطيه الله كان هو يحيى عطيه الله ساعتها كان جاي عين من الشمال هو كان بيلعب باك ليفت وكان التخطيط الناحيه الثانيه بعد السرو باك بتاع السرو باص بتاع اليو ديانج
هو رايح فحسين الشحات بقى خدوا بقى استلموا يعني. يمين وشمال بس هو بصراحه في مباراه يعني اقدر اقول حسين الشحات ليه دور في تالق هو اللي خلاه يفقر النهارده انت النهارده واحد من اقوى مدافعين المونديال ده حقيقه هو لا انا بتالي بعد المونديال ده لعيبه المغرب اللي موجودين في المغرب حتى اللي بره حتى اللي بره بس يعني خلينا ليفل اب ليفل اب يعني خلينا ارجع للنقطه بتاعه عطيه الله انا شخصيا كنت نصير مزراوي بيلعب باك ليفت اصلا في البطوله دي واشرف حكيمي عشان في مكانه كنت يعني مقلق من مزراوي قبل البطوله ما تبدا لكن الراجل في الباك ليفت قدم مستوى عظيم لما حصل في مباراه البرتغال ولقيت ان خط الدفاع بالكامل يا احمد اتغير خط الدفاع بالكامل يعني رومان سايس نفسه اتصاب في اثناء الماتش وكان مصاب من قبلها وبدر بنون قبلها وبدر بنون لعب كمان في الماتش فلما لقيت خط الدفاع اتغير قلقت شويه من عطيه الله لكن بصراحه قدم مباراه كبيره عمل اسيست الهدف ومساعده كمان سليم ملاح ان هو بيغطي معاه تغطيه دفاعيه قويه وكمان سفيان بوفال طيب ازاي تنجح في انك انت تخترق دفاعات فرنسا وتقدر تسجل ويا سلام لو الهدف ده جه في توقيت مبكر وازاي تمنع خطوره خط هجوم منتخب فرنسا اللي بشوفه واحد من اقوى ان لم يكن اقوى خط هجوم موجود في البطوله ده هيكون كلامي مع شريف ومع نادر بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في السادسه هيعملوها الاسود لو قدروا ينجحوا ان هم يخطفوا او يغفلوا بلغه الكوره كده المنتخب الفرنسي وتكون المبادره مع المنتخب المغرب هو نفس الضغط والتوتر اللي كنا بنتكلم عليه اللي هيتحول للود او عبء او تقل كبير جدا على المنتخب الفرنسي وهيريح الى حد كبير جدا المنتخب المغربي الاهم هو كيف تسجل وكيف تمنع الخصم من التسجيل ده كان سؤالي لشريف ونادر قبل الفاصل وخلينا نبدا مع نادر شايف ازاي المغاربه بخط هجومهم يقدروا يتجاوزوا الدفاع الفرنسي وايه الثغره اللي ممكن يلعبوا عليها في ان هم يسجلوا والعكس ازاي يمنعوا كمان المنتخب الفرنسي اللي قلت عليه قبل الفاصل اقوى خط هجوم في البطوله من التسجيل الاول لو هنمنع منتخب فرنسا ان هو يسجل امامك انك لازم تمنع ان جريزمان يستلم الكوره جريزمان واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في منتخب فرنسا رغم ان انت متخيل انك هتقول امبابي امبابي ده يعني فكره ان هو يوصل للكوره اصلا في حد ذاتها خلاص انا واحد وعايز يمنع من قبل ما قبل ما تروح قبل ما تمنع الكوره وراحت لامبابي هي فكره انك تتغلب على امبابي او تخطف لو لو, لو لعبت زون وقفلت ضيقت مساحات هل الطريقه دي اقدر اقضي على قدرات امبابي دايما محتاج مساحات عشان يقدر يجري فيها وياخد سبرنتات ويتفوق هو مهاري برضه هي بترجع النهارده هو مهاري هيعرف يقفل المساحات دي هي دي النقطه بترجع يعني ده هيفرق زي ما قال بالظبط شريف قبل الفاصل في فكره ان اشرف حكيمي حافظ امبابي عن ظهر قلب انا بتدرب معاه كل يوم بصراحه المغرب فانا عارف ده فانا خلاص إن هو اكيد مش هيلعب عليه مان تو مان بس هو عارف تحركات امبابي امبابي من اللعيبه اللي قبل الكره بتوصل له هو عامل الاسكان وسابق المدافع بتاع اللي هيضغط عليه بثانيه اللي هي الكره اما هتجيلي زي الكره بتاعت ماتش الدنمارك اللي انتشرت لما هوش المدافع غير كوره المدافع وقع غير كوره اصلا فاللي هو هي دي اللي بتميز كيليان امبابي طبعا بالنظر لسنه انك بتتكلم في لاعب عنده 23 سنه عامل كل ده صحيح فان انت تمنع ان جريزمان يستلم ويسلم ويستلم بقى صعباش علينا بقى انت حاسين انه جاب جون خلاص هو هدف المونديال برضه ايوه طبعا النهارده انا شايف انه القوه الضربه يعني انا شايف طبعا خط هجوم ناري عثمان ديمبلي وجيرو وراهم جريزمان ومعاهم بس انا شايف انه قوه فرنسا في امبابي طبعا وانك انت توقف امبابي او تمنع امبابي من يكون مصدر خطوره تبقى نجحت بشكل كبير جدا في شل قدرات فرنسا دي النقطه اللي بقول لك عليها ان قبل ما الكوره توصل لامبابي انا همنع جريزمان او همنع لان تشواميني وادريان رابيو من اكتر اللعيبه اللي في البطوله دي عندهم حمل دفاعي كبير لان جريزمان مش بيدافع معاهم بالشكل المطلوب فبالتالي جريزمان بيلعب من 8.5 او 10 المركز ده اصلا هو يعني تحديدا مع ديدي ديشام عشان لما يكون في تكتلات دفاعيه او لما منتخب المغرب مثلا يلعب زون يكون هو عنده الحلول دي لكن انا عندي ثقه ان شاء الله باذن الله في سفيان مرابط واحد من اعظم اللعيبه اللي موجودين في كاس العالم 2020 الكلام عليه انه رايح ليفربول او انه ليفربول بيفكر ليفربول بيفكر فيه وعلى فكره ليفربول محتاج المركز محتاج ده فعلا ليفربول محتاج جدا لاعب زي سفيان مرابط من قبل ما المونديال يخلص فابينو بيتصاب كتير هو تشابي مهتم بلعيبه من وناحي برضه واحد من اللعيبه اللي عليهم كلام فسفيان مرابط انا شخصيا
عشان بتابع سفيان من لان انا مشجع ايطالي ومشجع يوفنتوس فبشوف في الدوري الايطالي مع فيورنتينا هو اكبر من ان هو يلعب كمان في فيورنتينا. امكانياته عظيمه بصراحه سواء ان الجرينتا والروح الشخصيه والالتزام التكتيكي في الملعب اصل اللاعب سته دوت معروف عند معظم الناس ان انا لاعب بكسر وباخد الكوره وبضغط لا لا هو بيلعب الكوره هنا بالظبط الاول بيلعب هنا دي حقيقه تحس ان في اللمسه اللي بتطلع منه هو عارف الكوره رايحه ولو مش هطلع اللمسه اشوف بقف عليها عشان اسلم صح مدرسه انه اي مركز في الـ في الـ في الـ في الملعب لازم يكون كوير لازم يكون لعيب كوره لازم يا جماعه هي اسمها كوره بالظبط يعني لازم يبقى لعيب كوره بصرف النظر وامكانياته تبان دفاعيا دي برضو ليها علاقه بالموهبه بطبيعه الموهبه قدرتك على قرايه الكوره في الملعب عامله ازاي قدراتك دفاعيه اكتر قدراتك نص ملعب قدراتك هجوميه اكتر بس في النهايه لازم تبقى لعيب كوره ما ينفعش اجيب حد عشان قوي او عشان سريع واوظفه على ان هو او روحه لازم في الملعب يكون لعيب كوره لازم يبقى فيه لعيب كوره بس خلي بالك يا احمد في لعيبه كتير قوي نجحت وظهرت واسماء كبيره في الكوره وما كانش عندها اللمسه المهاريه قوي يعني مش شرط يعني اللي عايز اقوله لك ايه مش شرط قوي الماتشات دي تحتاج مهاره ممكن التكسير ينفع في الماتشات دي يعني النهارده مبابي هيرق لا هكسره لا انا مش هسيبه هيخاف منك باقي الماتش لازم يعني انا اقصد ان لا هو ايه المانع ان القوه والسرعه والشخصيه تبقى مع المهاره كمان يعني دي ظهرت بقى عند اللعيب العربي في المغرب وفي المونديال ده تحديدا كانت مشكله اللعيب العربي في المونديال بيروح المونديال بيخاف من المباريات الكبرى يعني اللي هو انا النهارده مثلا قبل المونديال ده ولا الارض لعبت مع اصحابها دي ولا عشان احنا بنلعب في قطر وجماهيرها فرق كتير جدا قد يكون برضو الموضوع ده ليه دور كبير قوي لكن خليني اقول لك بقى الجزئيه بتاعه اللعيب العربي كان بيخاف قد ايه في المونديال على مدار تاريخ المونديال من سنه 1930 لحد النهارده مفيش منتخب عربي عدى دور ال 16 باستثناء المغرب المونديال ده يعني اكبر انجازات العرب كانت في المونديال لحد دور ال 16 اللي هو انا بلعب ماتش واحد بعد المجموعات وبعد كده الامور كلها بتختلف فبيحصل ايه ان انت كلاعب انت راهب الموقف خايف من الموقف حاسس ان اللي قدامك ده مختلف عنك في منتخبات افريقيه وصلت لدور الثمانية طبعا في ثلاث منتخبات غانا والسنغال ونيجيريا ونيجيريا الكاميرون مش نيجيريا كاميرون في 90 لا نيجيريا قدام ايطاليا نيجيريا في 90 94 هو الكاميرون نيجيريا قدام ايطاليا في 94 الكاميرون 90 ونيجيريا 94 خسرت من باجيو في 94 دور 16 مش 8 هم ثلاث كاميرون هي كمان الكاميرون في 90 والسنغال في 2002 وغانا في 2010 ثلاث منتخبات دول نيجيريا طبعا كان عندهم جيل تاريخي اللي خدوا الاولمبياد في التسعينات كانوا وكاشا يعني كان عندهم لعيبه وكاشا من اللعيبه اللي بتعجبني بالمناسبه يعني وشي بشي يذكر كنا لسه بنتكلم في الفاصل بتقول لي وكوشا يعني وكاشا ده عندنا لا انت في لعيبه عدت على الجيل الافريقي انت كنت تشوف ان هي ممكن تستحق احسن لاعب في العالم مع جورج وايا يعني جورج وايا من اللعيبه اللي استحقت طبعا 95 الكره الذهبيه بس كان في لعيبه ثانيه كان ممكن تاخد احسن يعني مثلا الحد ضيوف كان مقدم نسخه استثنائيه في 2002 مع السنغال كسبوا فرنسا في الماتش المباراه انت بتكسب بطل العالم وبتقدر ان انت تلعب دور ثمانيه كان لعيب تقيل وخرجوا بهدف في الدقيقه 118 من السنغال اللي طلعونا في النسخه دي صح في 2002 لا ما كانش في انهي السنغال طلعتنا في تصفيات في تصفيه من تصفيات كاس العالم السنغال هي اللي مطلعه اعتقد السنغال كان بتلعب معانا في التصفيات دي ايوه احنا ما وصلناش معاهم لحد المراحل الاقصائيه لا هو كان معانا في المجموعات الجزائر وكان معانا السنغال الماتش السنغال لما كسبناه 1-0 في سنه 2000 ميدو بالراس الجون اللي جابه هيد ده رجوعا بقى للجزئيه بتاعت اللعيب العربي اللي كان بيخاف من المونديال اتكسرت المره دي وكنا لسه حتى في الفاصل بنتكلم هو احنا ممكن كمصر توصل في نص النهائي او توصل للمرحله دي ممكن ما انت النهارده خلي بالك هو الفارق ما بين الامكانيات المغرب احنا لعبنا المغرب وكسبناهم وقدرنا ما كانش معاهم نفس المدرب ما كانش معاهم نفس الروح بس انت النهارده قدرت المغرب اللي محققه هي نفس الانجازات انت قدرت تكسبها الموضوع ليه علاقه بالتنظيم وليه علاقه بالكم المحترف انا النهارده بشوف ان السبب السعوديه من غير محترفين هي عملت شغل عالي السعوديه دوريها كمان يا احمد دوري انت الدوري قوي قوي خلي بالك احنا عندنا مشكله كبيره قوي ان احنا ما عندناش محترفين كبار او اسماء كبيره باستثناء 3 4 لعيبه طب ما المغرب نفس الحكايه بس انت النهارده المغرب يعني بتجمع على لعيبه اكتر بره المغرب بتجمع الجيل بس يعني بتجمع الجيل من الاول يعني مع كامل احترامي في لعيبه في انديه كتير قوي في اوروبا
عندك هنا انديه او لعيبه في مصر بتلعب في الدوري المحلي افضل منهم واغلى منهم، بس انا بتكلم في نقطه تصرف عليهم اكتر من نفسه يا احمد. ان انا مثلا لما في المغرب لما بطلع لعيب مثلا بغض النظر عن امكانياته يعني على شديره ده بيلعب في باري الايطالي اللي بيلعب في الدرجه الثانيه في ايطاليا، في لعيبه بتلعب في المجر، في لعيبه بتلعب في الدوري الدرجه الثانيه الفرنسي. معلش انا اقصد الشيء بالشيء يذكر برضو عشان برضو نبقى بندردش مع بعض. المانيا عندها سكواد عالمي، بلجيكا اجمد لعيبه موجوده في افضل الانديه الاوروبيه صيفه بدا، ايطاليا مش هي لم تتاهل. انا بتكلم في نقطه ان انت يعني كلاعب عربي ملهاش مقياس، هي ملهاش مقياس. ملهاش بتكلم مقياس. احنا بنتكلم في نقطه واحده هي هنا اللاعب العربي بيبدا ازاي يحتك وازاي خلاص ما بقاش يخاف ان انا بنزل الملعب انا 11 ضد 11. اخد منكم كلام كلمه نهائيه، كام في الميه مغرب كام في الميه فرنسا النهارده؟ انا وليدي ركراكي بصراحه خلاني اطمع اكتر. يعني اقول مثلا 60-40. بقلبك مش بعقلك. 60 فرنسا؟ لا 60 فرنسا. ما حدش كان يتوقع 40 برضه المغرب. طبعا نمشيها عشان وليدي ركراكي. اتمنى طبعا المغرب، ان شاء الله المغرب تكسب، لكن الماتش هيبقى صعب جدا. فرنسا فرق سكواد كبير. هظهر معاكم في السادسه هنا يوم السبت ان شاء الله قبل يوم واحد من نهائي المونديال. اتمنى حلقه السبت تبقى على مواجهه المغرب والارجنتين. كل التوفيق لاشقائنا المغاربه. قبل ما اختم حلقه النهارده ما يفوتنيش ان انا اروح لقرعه دوري ابطال افريقيا كوبي بيست، وكاني هجيب حلقه من سيزون فات او من موسم فات عشان اتكلم معاكم عن قرعه دور المجموعات. سان داونز الهلال كلاكيت تاني وتالت ورابع مره. خلينا نستعرض معاكم ونفكركم بشكل قرعة. طبعا دي المجموعة الثانية اللي فيها النادي الأهلي في صدارة التصنيف، الأهلي مع ممالدي سان داونز، مع الهلال السوداني، مع القطن الكاميروني. نستعرض سريعا بقية المجموعات. دي المجموعة الأولى، الوداد وباترو أتلتيكو الأنجولي ودي أس كابايلي ألجيريا شبيبة القبائل وفيتا كلاب الكونغولي. عندنا مجموعة سي أو المجموعة الثالثة، رجاء المغربي مع هورويا كوناكري الغيني، ثم سيمبا التنزاني، ثم فايبرز السي الأوغندي. مجموعة يمكن تبقى الأسهل نسبيا، سبيرانس تونس اللي هو الترجي التونسي، الزمالك المصري، ثم شباب بلوزداد والمريخ السوداني. شفتوا القرعة ازاي وشفتوا مجموعة الأهلي ازاي؟ نروح لنادر. يلا، هي نفس الكلام زي ما قلت بالظبط يا احمد، انت تتكلم نفس اللي كنا بنقوله السنه اللي فاتت واللي قبلها. هو نفس الكلام، الفرق ان حطونا دلوقتي القطن مكان المريخ بنفس بتاع السنه اللي فاتت. الماتشات صعوبتها طبعا بتكون في الماتشات اللي بتلعب الصبح الساعه 3 العصر، اللي احنا يعني جسمنا اتهرم من ماتشات 3 العصر دي. كل شويه نروح نلعب 3 العصر هناك، فده يعني كان حاجه صعبه السنين اللي فاتت، بس احنا قدرنا ان احنا نتخطى سان داونز في الادوار الاقصائيه، وفق الخير ان شاء الله ان سان داونز يكون معانا ان احنا نوصل فاينل تاني. ده في حد ذاته يعني حاجه ايجابيه. مباراه الهلال هتكون مباراه صعبه برضو. الهلال معاهم دلوقتي معاهم ابنيجي المدير الفني لفريق الهلال، كان بيدرب فيتا تقريبا، كان بيدرب فيتا كلاب، وكان كان مرشح لسيمبا هو وهو موسيماني مع بعض. اوكي، بس ساعتها ولا ده ولا ده راحوا اصلا. الهلال عنده دايما ماتشاته بتبقى مع الاهلي حساسيه شويه، بنشوف تصريحاتهم قبل المباراه بيومين ثلاثه والمشاكل اللي كانت اللي بتكون حوالين الماتش وبيأثر على اللعيبه كمان في الملعب. شفنا المباراه اللي كانت في مودرمان لما كسبنا، لما تعادلنا 1-1 والهدف اللي وقع قلوبنا كلها لحسن التسلل في النهايه. وكان برضو فقل حسن ان احنا وصلنا لنهائي التاسعه الحمد لله وحققناها. كان فايلر ساعتها واللعيبه خرجت في كوردون امني وكان معسكرات، كانت مباراه صعبه جدا. فالموضوع يعني صعب. والقطن الكاميروني يمكن غائب بقى فتره عن المنافسه على دوري الابطال. اخر مره لعبناه في فاينل 2008 ولعبناه في 2014 كونفدراليه سيمي فاينل، ولكن في النهايه هي مباريات صعبه. اعتقد خدنا بطوله واحد من القابنا كان على حساب 2008 كسبناهم هنا 2-0 وهناك خسرنا 2-1 2-2 هناك 2-2 توتال 4-2 احمد حسن وشادي محمد ضربه جزاء. كسبنا 4-2 مجموعه. انت عندك برضه ثلاث سفريات يعني باستثناء سفريه الهلال مش صعب، مش سهل. بس مش سهلة. الكاميرون وجنوب افريقيا هتاخد لك مشوار محترم يعني مش سهلة. ويمكن ده مرتبط برضه نوعا ما بافضليه لترتيب ماتشات الاهلي. دي اللي كنت بتكلم معاك عليها يا استاذ احمد. انت النهارده المباراه الاولى الاهلي هيلاعب القطن في القاهره 10 او 11 فبراير، المباراه الثانيه الهلال والاهلي هيطلع السودان، يرجع تاني مصر يلعب سان داونز، نلعب ثم المباراه الرابعه هيلعب سان داونز بره في جنوب افريقيا، والمباراه الخامسه القطن الكاميروني في الكاميرون. الرابعه والخامسه بتهيألي بره، بيقولوا لي الرابعه والخامسه
هتلعبوا بره مصر ورا بعض عشان هنفنش في مصر الرابعه والخامسه بره مصر برضو حلو انك تفنش في مصر وتبدا في مصر خلي بالك انت هتبدا النهارده المباراه القطن دي ان شاء الله سهل الثلاثه بونت يعني نقدر المباراه انا عشان انه النسخه دي وواجب علينا بصراحه ان النسخه دي جمهور الاهلي يشوف كل الماتشات سهله وده مش هيحصل الا لما نوصل لمستوى معين من الاداء ان ما يهمكش اي منافس بالنسبه لك سواء على مستوى القاره او على مستوى المحلي وده محتاج بجد شغل كتير ثقتنا في امكانياتنا كويسه مستر كولر اعتقد انه 99% من جمهور النادي الاهلي مطمنين لفكر والامكانيات الراجل بس احنا محتاجين نشتغل كتير والوقت كمان مش في صالحنا بس انا شايف انه الاهلي ان شاء الله قادر يقدم نسخه مميزه جدا وانت بنيت اوريدي جيل قادر انه يلعب بطولات افريقيا بسهوله ما بقاش عندك الرهبه بتاعه ملاعب بره يعني انت كنت زمان في فتره الاهلي مر بيها شويه ان اللعيبه بتلعب بره غير جوه مصر النهارده لا انت بتلعب بره مصر زي جوه مصر ما فيش مشكله بتطلع تقابل الفرق الكبيره في ارضها بتقدر تكسبها بتقدر ان انت تلعب جيم على سان داونز في ملعبه بتقدر ان انت تلعب ترجي الوداد ما عندكش مشكله مع حد صحيح. وهو نفسه اسف اللي بقطعك شريف مارسيل كولر نفسه في اول مباراه ليه في حياته مع الاهلي كانت الاتحاد المنستيري في تونس بره بره فده بحد هو اي نعم معلش عرف في البطوله ولكن فكره انك بتفوز في اول مباراه خارج ملعبك في افريقيا تديك الثقه اللي تخليك تخش الماتشات بتاع دور المجموعات وانت وكمان انت متصدر الدوري المصري فده يخليك اللعيبه واثقه في نفسها بشكل اكبر قبل مباريات دوري الابطال. صحيح خليني اقول لكم كمان بالمناسبه انه سان داونز النهارده على خريطه الكره الافريقيه هو ثاني اعلى فريق من حيث القيمه التسويقيه بعد النادي الاهلي، يعني الاهلي في الصداره 28 سان داونز بيجي وراه ب 25 مليون فانت بتتكلم على يعني محترفين من كل مكان وفرقتين كمان فيهم سكواد يعني على اعلى مستوى هنشوف مباريات ان شاء الله هنشوف مباريات قويه وهنشوف ان شاء الله الاهلي متصدر للمجموعه وباذن الله باذن الله نقدر ان احنا نعوض البطوله دي ان شاء الله باذن الله اتمنى كبير ان شاء الله باذن الله في النسخه دي من بطوله دوري الابطال كل التوفيق لابطالنا واحنا على بعد يمكن شهر واحد من بدايه دور المجموعات وترجع تاني المنافسات الافريقيه للنادي الاهلي كل التوفيق فتره كويسه جدا نبتدي فيها نحضر ونخطط بشكل كبير جدا للمرحله المهمه جدا عند كل جماهير النادي الاهلي بشكر نادر شبانه وشريف ابو حمد على تشريفهم لينا عشان نورتونا وشرفتونا واتمنى ان اللقاء اللي جاي ان شاء الله لو اتكرر قريب نبقى من بنحتفل بانجاز كبير للمغاربه على الاقل بالوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قطر 2022 بشكركم على وجودكم معانا وبشكركم مشاهدي قناة الأهلي ومتابعي السادسة على متابعتكم لحلقة النهاردة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي